السلام عليكم اخواتي الكريمات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نوجدوا تمر معمر بحشوات مختلفه. هنا عندي التمر مشهول، عندي بات داموند مع نكهه البيستاش طبيعيه، ما غاديش نستعمل الكولورون، كنفضل تبقى طبيعيه. عندي لينوا دو بيكون، عندي الكرانبيري، عندي شوكولا كذلك بالكرومبيري، عندي شوكولا بالنوازات والكراميل، الورد اللي تزين كذلك، هاد لي بونبون او فورم دتوال، عندي شوكولا بلون، هاد لي بونبون شوكولاتي، وعندي شوكولا بالكراميل وشوكولا بالكرومبيري، شوكولا اولي شوكولاته بالحليب، وكذلك شوكولا نوار كذلك باش نعمرو باش نفوغيو هاد لي دات ديالنا او التمر ديالنا مجهول. هنا خديت بونسمون او لاكوطون بالمزهر، وغادي نبدا نمسح هاد لي دات كيف ما كتشوفوا. كتاخذوا معلقه صغيره وتحاولوا تحيدوا هاد العظم. لا الطريقة هذه، هنا اخواتي كناخذوا طمره من اللي مفتوحه من الوسط، كنعمروها بحشوه بات داموند بنكهه البيستاش، كنزينوها بحبات من البيستاش مع الورد. هنا اخواتي كناخذوا التمره ديالنا كتشوفوا، كناخذوا الشوكولا بالكرانبيريز، كنحاولوا نحيدوا الزوائد كما كتشوفوا. هنا عندي تمرة كنحاول نغطسها بهاد الشوكولات ديال الكرومبيري، كنزينها على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوف. انا غنصوب معاكم وحده اخرى ديال الكراميل. هنا اخواتي شكل جديد، كناخذ الشوكولاط بالنوازات كيف ما كتشوفوا، كتغطسو في هاد لي بونبون هادو، عطيكم هاد الشكل تا هو كيجي زوين. عندي هنايا كذلك اللوز مقطع على هذا الشكل، نضيف ليه الشوكولاط مذوب، وغادي نحاول نوضعو هنايا باش يعطينا داك الكرانشي او داك الكروستيون. عندي هنا كذلك لينوا، كما كتشوفوا صافي كيجي المنظر ديالهم زوين. نقدروا نزيدوهم هاد النجيمه هنايا، ومن بعد نتوما كيمكن لكم تضيفوا الافكار اللي بغيتو. انا عطيتكم بعض
الافكار تقاسمت معاكم بعض الافكار، وانتم كيمكن لكم تنوعوا وتشكلوا كيف ما عجبكم على حسب المكونات اللي عندكم. كنقدم لكم اخواتي قمر معمر بالصحه والعافيه، ووصفه كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كيمكن لينا نوجدوها لجميع المناسبات، رمضان، الاعراس، العمره، الحج، وكنقدمها لكم بالصحه والعافيه، وكنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد.